نشاط مكثف عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف التشكيلات السياسية على طول فترة الحملة الانتخابية، فمواقع التواصل الاجتماعي أضحت حتمية رقمية لتنشيط الحملة الانتخابية، خاصة وأنها تمكن المترشح من استهداف الفئة التي يرغب فيها، كما أنها غير مكلفة مقارنة بالحملات الانتخابية التقليدية. هناك خاصيات تقنية جد دقيقة وجد يعني محترفة، بحيث تعطيك اختيارات كثيرة. من بالاختيارات عمر الأشخاص أولا، ثم الرقعة الجغرافية بحيث يسلط لك ويعطيك تخير بالدقة البلدية تاعك، حتى بالحدود تاعها الداخلية أو الحدود الخارجية، ويعطيك إمكانية حتى الاختيار وكأنك على خريطة جوجل. يستطيع كما يقولوا بمقدار مالي أن يصيب عدد كبير، حتى ولو كان قارناه بالانتخابات الكلاسيكية سوف يصرف يعني فيها أموال حوالي 4 مرات أكثر منها التي يعني تصرف على في الإشهار الرقمي. الحملة الانتخابية الرقمية تعد أداة من أدوات التواصل السياسي، لكن هذا لا يعني التخلي عن الوسائل التقليدية التي تمكن المترشح من التواصل المباشر مع المواطنين حسب المختصين. هناك مواكبة لكل ما هو جديد، وأهم حاجة هي اليوم هي مختلف المواقع التي يعني أضحت اليوم تقدم لنا أرضية خصبة لتقديم البرامج، الصورة المترشح، أفكاره، وهي شبكة التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك في الجزائر بالدرجة الأولى. أعتقد أن هذا أمر يجب أن لا يبقى لوحده، على المترشحين أيضا أن لا نتخلى عن الوسائل التقليدية، لأنه مهما كان انتخابات المحلية أعتقد هي اللب الصميم في بناء الدولة، وهي الجماعات المحلية، هي البلدية. يجب المترشح أن يكون في تماس عن قرب مع المواطن لسماع انشغالاته وتسجيلها. تنافس سياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الحملات الانتخابية الرقمية، ناهيك عن استعمال كل الطرق المتاحة لاستمالة أصوات الناخبين وحثهم على الاقتراع.